ممكن تقدم طلب لجامعة مقدمه فلان يرجى منحي دكتوراه بس بلا دوام ولا دراسة ولا امتحان. هذا مجنون، بدك نصر بلا سبب، بدك نصر بلا انضباط، بدك نصر بلا تطبيق منهج الله، بدك نصر بدخل غير إسلامي، في شبهات، في فساد، بدك نصر لبيوت ليست مسلمة، فيها ملهيات، فيها أشياء إباحيات. هو الحقيقة من الغباء الشديد أن تتوقع نتائج إيجابية لمقدمات سلبية.